بكم من جديد مشاهدينا ومستمعينا. استضافت جامعة حمد بن خليفة أول مدرسة صيفية في المنطقة ترتكز على القدرات الشبابية لتصميم الوضع الطبيعي لمرحلة ما بعد انتهاء من جائحة فيروس كورونا كوفيد-19. التفاصيل في سياق هذا التقرير. تستضيف جامعة حمد بن خليفة أول مدرسة تدريبية صيفية افتراضية في المنطقة ترتكز على القدرات الشبابية لتصميم الوضع الطبيعي لمرحلة ما بعد انتهاء جائحة فيروس كورونا. ويشارك في هذه المدرسة الافتراضية حوالي 136 طالباً وطالبة من جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا وإفريقيا. تشتمل المدرسة على برامج تعليمية مباشرة ومناقشات مفتوحة ومجموعات عمل منفصلة يقدم فيها المشاركون استجابات قائمة على التصميم لهذه التحديات، حيث يكلف الطلاب بتصميم حل أولي لمشكلة محددة وطرح حلول إبداعية أثناء المشاركة في ورش وندوات إلكترونية لتعزيز قدراتهم الإبداعية. إن مدرسة تصميم الوضع الطبيعي لمرحلة ما بعد انتهاء جائحة كوفيد-19 تؤكد أن الوضع الطبيعي الجديد يجب أن يمكن الشباب من استكشاف مواردهم ويشجعهم على السعي لاكتساب معارف جديدة يهدف إلى ترسيخ العلاقة بين التنمية المستدامة والابتكار إلى جانب تعزيز المهارات الأساسية المطلوبة للقيادات الفاعلة في المستقبل. مشاهدينا ومستمعينا ونبقى في نفس السياق عن المدرسة الصيفية لتصميم واقع ما بعد كورونا. يسرنا أن نستضيف المها اليافعي مشاركة في المدرسة الصيفية لتصميم واقع ما بعد كورونا. صبحت الله بالخير يا مها. صبحت الله بالنور والسرور. مها، بداية شيء جميل أن نشوف واحدة من بناتنا في المجموعة الدولية من المشاركين في هذه المدرسة. كيف كلمينا كيف تم اختيارك؟ بداية حابة أشكركم على استضافتي في البرنامج. أما بخصوص اختياري فقدمت من ضمن 1000 مشترك دولي، لكن تم اختيار فقط بحدود 100 مشارك من 25 دولة، وللحمد لله قدرت أكون منهم. فالقبول كان تنافسي، يعتمد على معرفة المشترك بأهداف التنمية المستدامة، لأن هي محور هالبرنامج ككل. نعم، شيء جميل. يعني 1000 متقدم وتم اختيار 100 مشترك، هل كانت تتمحور بس الشروط حول شروط التنمية المستدامة، ولا هناك أيضا شروط أخرى يتم قبول المشترك فيها؟ هي بصورة عامة الفورمة اللي يعني اللي لازم نقدم عليها بصورة عامة كانت تتمحور أغلبها حول أهداف التنمية المستدامة ومدى معرفة المشترك بهالأهداف. نعم. وشنو الطموح اللي يبي يوصل له؟ فهذه بصورة عامة كانت طريقة القبول لهالبرنامج. شيء جميل. زي كيف كان شعورك عند الالتحاق بهذه التجربة العلمية الافتراضية؟ صراحة أشوف أنها تجربة تعتبر فرصة قيمة لكل المشاركين سواء من داخل قطر أو خارجها. لأن تاحت لنا العمل مع مشتركين من ثقافات مختلفة، تعلمنا من قبل خبراء ومتخصصين شلون نحلل ونحط حلول للمشاكل اللي نواجهها. فاللي شدني في هالبرنامج كوني معمارية، أنه من خلاله أقدر أساعد وأقترح حلول فعالة، وأهم شيء تكون قابلة للتطبيق في مثل الأوضاع اللي الدولة قاعد تواجهها في ظل الجائحة الحالية. فمثل ما تعرفين الحين زادت البرامج الافتراضية بشكل ملحوظ، وهالشيء في صالحنا بحيث نقدر نشارك بعدد أكبر من الورش والبرامج يعني مقارنة بقبل. صحيح اختي ما، بس شيء جميل يعني اسمك تكلميني بهالطريقة، في حماس من صوتك. لكن إذا بنتكلم عن أهم البرامج والأنشطة اللي تتضمنها المدرسة الصيفية، هو البرنامج الرئيسي باختصار يعتمد على أهداف التنمية المستدامة 17، وشون نقدر نصمم لها حلول إبداعية.
تم تقسيمنا إلى مجموعات وكل مجموعة تشتغل على واحد من هالأهداف. طبعا غير الطريقة المبتكرة للورش والأمثلة الواقعية اللي يطرحونها المنظمين أو حتى بعض الحلول اللي طبقوها في دول مختلفة، البرنامج في نشاط ثاني واللي هو جلسة حوار أسبوعية مع رائدين أعمال في مجالات مختلفة. بهذه الجلسة يعرضون علينا يعني طريقتهم في حل بعض المشاكل أو الصعوبات اللي واجهوها، وشون هالمشاكل خلتهم يوفرون حلول إبداعية ترجع بالفايدة على المجتمع اللي هما فيه أو حتى على العالم. فهالحوار بالذات وايد ينمي ويعزز من ثقتنا إحنا كمشاركين إن نقدر نساعد ونغير في المحيط اللي إحنا فيه أو حتى على نطاق أكبر. زين أمانة تمها، يعني بعد هذه قلتي أن المراحل ولا خلنا نقول الحوار اللي مر في هذه المراحل اللي كلموكم عنها عززت وطورت خلنا نقول أذهانكم للتغلب خلنا نقول على مرحلة ما بعد كورونا، عندكم خطط شاملة. كمها إيش فكرتي في ما بعد كورونا؟ أنا صراحة من وجهة نظري أشوف أن هالجائحة صراحة فرصة، يعني ألقت الضوء على بعض الممارسات الخطأ اللي كنا نمارسها أو ممكن تعايشنا وياها، فهذه فرصة أن نبدأ نفكر يعني بحلول أفضل وتكون مستدامة أكثر عشان نقدر نعيش بطريقة صحيحة، يعني ترجع بالفايدة علينا كأفراد وعلى البيئة اللي عايشين فيها. فهالبرامج صراحة واحد يعني إن شاء الله يكون واحد من البرامج اللي يسهل نوفر لمجتمعنا حلول يتم أثرها لسنين قدام وتساعدنا نواجه مشاكل ممكن ما نتوقعها حالياً. صحيح. فأنا متفائلة خير. فأهم شيء إن أهم شيء ما تعدي علينا هالفترة بدون ما تكون نقطة محورية يعني تساعدنا نغير للأفضل. مها أنت مساء قلتي لي ليش في الهندسة أو تخصصك ولا خريجة هندسة ولا شنو بالضبط؟ عمارة. عمارة. بس شو اللي خلاك تدشين هذه المدرسة الصيفية خصوصا يعني أنه بعيد خلنا نقول بعيد تماما عن الهندسة، أن حلول ما بعد كورونا، يعني شو اللي خلاك تندبين وتقدمين وتشاركين وياهم؟ شوفي أنا بقول لك هالبرنامج هو يعني ما يحتكر تخصص معين أو مجال معين أو خبرة معينة، يعني خصوصا بعد كونه أونلاين وخصوصا هو يعني عالمي، فبالعكس شيء وايد جيد ان اي شخص من اي مجال انه هو يشترك يحاول يتعلم يتبادل افكار يتبادل خبرات. بالنهايه احنا قاعد نطلع حلول لاهداف التنميه المستدامه 17. نعم. هل الاهداف يعني وايد متنوعه، فيعني انا بالنسبه لي وبالنسبه لمجموعتي حاولت اختار هدف شويه يناسب تخصصي شويه يعني قريب التخصصي والمجال اللي أنا بأساعد فيه. فهو يعني ما يلزم تخصص معين أو مجال معين يعني. نعم. بس جميل أن أنت تشوفين نفسك في مكان الهندسة لكن أيضا تشوفين نفسك في مرحلة ثانية. حلو الطموح في تنوع خلنا نقول المواهب إنزين، وخلنا نقول زراعة خلنا نقول هذا الطموح وقطف ثماره بشكل منوع، هذا أحلى شيء. إذا جينا نتكلم مها، ما مدى استفادتك من هذا الاحتكار خلينا نقول وتنوع الثقافات بين ألف مشترك، شو اللي استفدتي منه مع الأشخاص اللي معاك المختلفين من جنسيات أخرى من ثقافات مختلفة؟ مثل ما نعرف ان يعني هالجائحة هي عالمية، فعشان نلقى حلول تنموية وتكون مستدامة اكثر كان لابد من التعاون مع شباب من جميع انحاء العالم، وكون البرنامج اونلاين سهل عملية تبادل الافكار تبادل الخبرات اللي تساعدنا كلنا بتقديم حلول يعني اكثر واقعية وفعالة مبنية على خبرات مختلفة. بهالمناسبة يعني أحب أشكر جامعة حمد بن خليفة على هالبادرة الطيبة اللي قاعد تفيدنا كطلاب كنا في الجامعة أو حتى كمشتركين في البرنامج من مختلف الدول أو مختلف الأعمار. نعم. أختي مها اليافعي مشاركة في المدرسة الصيفية لتصميم واقع ما بعد كورونا، يعطيك ألف عافية على مشاركتنا هذا الحديث الشيق وتعريفنا على المدرسة وتعريفنا على ماذا تقومون به وماذا تسعون له ما بعد كورونا. مشاهدينا ومستمعينا فاصل قصير.